مرة تانية معاكم وحديث السكر. حديث السكر مرض العصر، مرض انتشر بشكل فائق السرعة، مرض يمكن أن يؤرق البعض، بل هو بالفعل هو مؤرق للبعض، مؤرق لمن يتعرضون لهذا المرض، ومؤرق أيضا لمن حول من يتعرضون لهذا المرض الفتاك. في الحقيقة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت واتكلمنا عن في نوع من الاستسهال في طرق العلاج، منها وصف الأنسولين والتدرج المرتفع أو الزائد والجرعات المتزايدة في وحدات الأنسولين. وكل الناس تكاد تكون يعني استمرأت هذا الأمر وتعودت أن سكر يعني أنسولين، إلى أن ظهر عملاق السكر والغدد الصماء في مصر والوطن العربي الأستاذ الدكتور محمد سعد حامد، أستاذ الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس، هو المشرف العام على مركز السكر والغدد الصماء، اللي برحب بيه النهارده بقول له اهلا وسهلا دكتور محمد. اهلا اهلا، السلام عليكم. نورتنا في طريق ثالث. ربنا يخليك للمره الثانيه. ربنا يبارك فيك. فجاه ضيف العزيز طلع بمبادره بيقول لا للانسولين. على طب ازاي دكتور لا للانسولين؟ ده هو اللي بيعالج السكر او الحد من الانسولين. في الحقيقه الحلقه اللي فاتت بعد ما خلصت، وده يمكن اول سؤال لدكتور محمد النهارده، جالي ردود افعال وناس اتصلوا بيا انا شخصيا بطرق تواصل مختلفه. نعم. قالوا لي احنا بعد الحلقه حبينا نجرب، وبالفعل قللنا الوحدات شويه اللي احنا بناخدها، بالذات في الجرعات بتاعت بالليل. يعني بداوا يشيلوا بعض ال بداوا يشيلوا بعض الوحدات. نعم. يعني اللي بياخد مثلا 30 وحده بقى ياخد 25 وحده، اللي بياخد 20 وحده بقى ياخد 18 وحده، حاجه من هذا القبيل. طب هو تابع برضه بتحليل السكر؟ ما هو ده بقى، هو ده الفيصل. طب اخبار السكر ايه؟ قالوا لي في الكام يوم اللي احنا عملنا فيهم هذه التجربة السكر ما زادش عن 200. هل كان اعلى من كده؟ كان اقل من كده؟ تقريبا نفس الرينج. نفس الرينج. عايز تعليق حضرتك على هذا التصرف؟ هو حضرتك احنا عشان يعني نجاوب اجابة شافية يعني وعافية، والناس اللي بيشوفونا يعني يفهموا زينا، ما فيش داعي نقول كلام مقتضب او مختصر. تمام. انت سيادتك زي ما اتفقنا الحلقه السابقه ان اي حاجه بتخش الجسم، الجسم بيعتبرها غير مفيده له. حتى لو الجسم كان غلطان، يعني السكر ده الجسم غلطان بيطلع سكر كتير، بس هو تعود عليه انه سكر كتير. الانسولين عشان يشتغل، وجبنا فيلم المره اللي فاتت وبيشتغل تقريبا تلتين، وبيشتغل على الكبد. فهو بيفتح خلايا الكبد لاستقبال الجلوكوز او الاكل اللي جاي من الامعاء يخش الكبد، بدل ما ينتشر في الجسم ويعلي السكر. عشان يفتح اتفقنا ان في هناك بواب واقف على البوابه بنسميه الريسبتورز او المستقبلات. ما هو مستقبل صحيح. اللي بيجي يوم يشوف الانسولين والجلوكوز، يتعرف على الاثنين وهم قاعدين في ايدين بعض، يفتح الباب. اما الانسولين بيزيد، اللي بيحصل هنا بيبدا المستقبلات دي بتقل. ليه؟ هو بيعتبر الانسولين ده يعني عدو، في غزو خارجي جاي. فعشان يقلل تاثيره انه ينزل السكر، يوم هو يقلل الجماعه اللي بيتعرفوا عليه. بالظبط. المستقبلين. وبالتالي ممكن مريض مثلا يبدا انسولين مثلا بياخد 70 وحده او 80 وحده، والسكر الصايم 250، واللي بعد الاكل 400. البديهي اللي بياخد 70 او 75، كل الدكاتره يقول لك خلاص انت مشيت على الانسولين لازم كمل. هو عارف هيكمل، يوم يزود له الجرعه تبقى 75 او 80 او 85، هنلاقي السكر الصايم اللي كان 250 بقى 275. ايه ده؟ واللي بعد الاكل اللي كان مثلا نقول 300 بقى 350. المفروض العكس. ما انا لسه هكمل. يروح للدكتور تاني بعد اسبوع ولا اتنين، خليهم 80، يقول له يروح رافعهم بعد ما كان 80، احنا كنا وصلنا 80 85، خليهم 90 95. يعمل الصايم يلي بقى 270، اللي بعد الاكل اللي كان توصل 300 وي بقى 370 من 300 وهكذا. هنا الجسم زي انت بتزود، انا هزود عليك زي المزاد. كده. انا ممكن اسمي الحته دي، معلش يا دكتور، اسميها المزاد. ممكن نسميها زيد وانا ازيد. يعني مزاد. انت بتزود عليا وانا هزود عليك. او العلاقه العكسيه. بالظبط. انت حضرتك زود. على فكره ده من كرم ربنا علينا، لان في الحياه العاديه انت بتعرض نفسك لعوامل اثاره. زي مثلا واحد انفعل، طلع هرمونات معينه بتزود ضربات القلب، بتزود العصبيه، بتزود في مستقبلات تانية بتتدايرة في الوقت ده. لو المستقبلات دي ما اتدارتش وسابت الادرينالين يشتغل على القلب هيتوقف.
فهو يعني الفكره مش في السكر بس. طب هنا علاجنا ازاي؟ ان انا اخفض جرعات الانسولين بدل ما ارفع جرعات الانسولين. يعني مثلا واحد 250 صايم وبعد الاكل 300 وي وبياخد 70 وحده، هروح منزلهم 60، هلاقي الصايم بقى 220 او 100 200، وده يحقق المقوله بتاعتنا. ما هو الاتصالات اللي جت يا فندم، ما ده يؤكد على صحة ما تم طرحه في الحلقة الماضية من الطريق الثالث. جميل. يؤكد على مبادرة حضرتك. صحيح. اللي هو يعني تقليل الأنسولين أو لا للأنسولين بشكل جزئي هو يعني. هو في نوع من أنواع الـ يعني الإسراف في وصف الأنسولين. يا إما زي ما قلناها زمنياً، يعني كان المفروض نستنى 5 6 سنين أو سنتين أو عشان سنة عشان أوصل للأنسولين. هذا واحد. أو كمياً إن أنا بزيد على طول على طول على طول. او زمنيا اخر ان انا المفروض اوقفه بعد فتره وانام على كده لان بخاف، وهم برضو زملاتي لهم حق يخافوا، لان هو لو وقف الانسولين دون مراعاه التحليلات المستفيضه ممكن يحصل له انتكاسات كبيره والمريض مش هيستحمل. لو وقفه مره واحده او حتى جزئيا. يعني اللي انا بقوله ده حضرتك هيخضع على حاجتين، المحاوله والخطا. ومن هنا انا زي اللي بقوله بالظبط انا كده. بس العيان لما بيكون قدامي سيادتك بيخش فيه عوامل تانية. بالظبط. شكل العيان نفسه وشه بيفرق معايا. اخبار حضرتك مدى استجابته السلبيه او الايجابيه؟ لا انا عايز اقول ان ليه العيان انا اشوفه؟ ما انا ممكن اعالجه على التليفون على فكره. ولكن لما بشوفه في عوامل هو مش عارف يشرحها لي. يعني مثلا تقسيمه وشه، خصائص وشه، خصائص وشه، خصائص الجسم. هل الوجه المريض ده محتاج الى عضلات ولا محتاج الى دهون ولا محتاج الى ايه بالظبط؟ صحيح. فهو لو الكتله العضليه للوجه متاخده لا ما يستحسنش اوقف الانسولين بسرعه. لان الانسولين بنائل العضلات على فكره ممكن يستعمله في الجيم برضه. احنا قلنا كذا حلقه في قنوات اخرى عن الجيم ومخاطره. بس ده كده هيبقى فيه خطوره صح؟ هو مش من نفسه ده لازم معلم اللي يديه. بالظبط كده. ده لازم حد يعني بميزان حساس. ايوه. في ممثلات نجمات سيادتك ياما كانوا رفيعات يعني كانوا بيخشوا افلام كنا نديهم انسولين. يا سلام. امال ايه؟ هي سليم فيري رفيعه جدا جدا ونزودها 10 12 كيلو. هي طبعا كانت بتبقى ناقصه 20 كيلو اساسا. تطلع تبقى الجميله الجميلات وبعد كده تسيب الانسولين ترجع زي ما كانت. يعني الانسولين استخدامات اخرى. لا شك في ذلك طبعا. هو عامل بنائي يبني العضلات. فانا بدي لحضرتك ليه العيال لازم اشوفه؟ يعني انا لازم اشوفه لان ممكن حضرتك من فحص وجهه امامي احدد انا بشوفه صحيا، مش لازم السكر بس اللي نزبط يا جماعه. طب كويس ان الحديث تطرق الفحص الظاهري. ضبط السكر غايه مهمه جدا ولكن ليست كافيه للحصول على صحه وعافيه كامله للمريض. طب بعد اذنك دكتور، بعد اذنك يعني ده تصريح بعد اذنكم كده ينزل على الشاشه بعد اذنكم. ضبط السكر غايه مهمه جدا ولكنه غير كافي لصحه المريض. بالظبط كده. واخد بال حضرتك؟ لان انا مطالب ان انا ارجع بفضل الله تعالى طبعا ارجع المريض الى عهده السابق شكلا وموضوعا. لياقته. شكلا وموضوعا. يعني واخد اللي هو التناسب العضلي الدهني وتركيزاته الطبيعيه في اماكنه الطبيعيه. وبعد كده حضرتك الصحه الفسيولوجيه بتاعته داخليا بقى. داخليا ان يعني يقدر يقوم بمهام ويقوم مجهوداته ويعيش حياه طبيعيه. من الناحيه حياه طبيعيه كعمل، كاداء واجب، كجنس سواء زوج او زوجه، كخصوبه، ك احساس النفسي. هو الاحساس النفسي ده هو بيبقى مكتئب اساسا في بعض الاحيان. ده صحيح. صحيح. اخبار حضرتك البعض بيكتئب. صحيح. ان انا في ذات الوقت احميه من المخاطر سواء زياده الانسولين، زياده مستويات السكر او انخفاضها. فمن هنا يبقى اذا فحص المريض عامل مهم جدا ولا يكفي لا صوره ولا التليفونات ولا تحليلاته ولا ارقامه. ما لسه انا بتكلم على الفحص. تمام. الفحص هنا مش انا ببص له حضرتك كقالب، انا بفصل لكل واحد جسمه بما يتناسب معه. احنا قلنا ان كيس يعني كل ان كيس كل حاله خاصه بذاتها. لا شك في ذلك. بس خاصه بذاتها اتكلمنا المره اللي فاتت على ضبط السكر. انا النهارده بظبط البني ادم ككل بنسميه الفيزيكال. الفيزيكال اللي هو ممكن تسميه حضرتك يعني جسد البني ادم. جسد البادي او البادي. البادي بشكل كامل. انت مين يعني؟ فول بادي. الله يبارك فيك. ما انا دلوقتي قاعد مجسم قدام سيادتك. فالتجسيمه دي تبان ازاي؟ تبان ان انا وشي نضر، وش قوام،
بالظبط، وزن، فات، ماسلز، الحاجات الوش ما يبقاش شاحن، ما يبقاش منفخ، ما يبقاش حضرتك في ضمور في عضلات الوجه في اماكن معينه احنا فاهمينها. فمن هنا جه الفحص. طيب هل الفحص يكفي؟ يكفي، ولكن زي ما قلت المره اللي فاتت ان انا ممكن اعمل المحاوله والخطا. فالمحاوله والخطا هنا بتخضع لطول فتره العلاج. واحد، اتنين، ان لو حصل اخفاق في هذا العلاج بالمحاوله والخطا دي انا مش واقف على ارض صلبه، فهخاف بسرعه وهتشكك في طريقه ادائي مع المريض طبعاً. وحرجع تاني للمربع زيرو. اما لو في فحوصات فانا الفحوصات دي بتديني نوع من الثقه على الاستمراريه في الخط العلاج الذي حددته من قبل. تمام. حتى لو حصل اخفاقات فانا ادري ان لابد من هناك اخفاقات. في حاجه يا استاذ هاني اسمها البيولوجيكال كيرف، المنحنى البيولوجي. يعني المنحنى البيولوجي ده بيطبق على كل حاجه في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلقها. الا وهي تبدا، يعني لو احنا جينا مثلا نقول الصحه او مستوى مثلا الـ 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 العمري، يعني عاوز اقول ايه، قوه الجسد بالنسبه للعمر الانسان. يبدا واهن وعيل صغير بيبقى تاتا تاتا، وبعدين عند سن 15 يبدا يشد عوده الماكسيمم على 25 35، وبعدين يبدا ينزل تاني لما يرجع تاتا تاتا. بالظبط، يرجع. ده اسمه بيل شيب. بيل شيب اللي هو الناقوس، يمكن ارسمه حتى حضرتك للساده المشاهدين اهو لو الكاميرا جابته، هو كده زي ده. ده الناقوس. الناقوس يبدا بالضعيف وينتهي بالضعيف. المنطقه الوسطى في اي حاجه، في اي حاجه، حتى العلاقه الزوجيه، الجنس، الدوره الشهريه، القدره على الانجاب. الناس حتى ما بتعيش مع بعض في مكان، يحبوا بعض في فتره قوي جدا، في الاول ما يحبوش بعض، وبعدين يحبوا بعض قوي، وبعدين يحبوا بعض قوي، وبعدين يبعدوا تاني، وبعدين يبعدوا تاني. البيولوجيكال كيرف اتس ابل شيب اللي هو شكل الناقوس، واخد بال حضرتك. فانا هنا ازاي احافظ على منطقه العلويه من الناقوس لفتره طويله؟ ان انا احافظ عليها لاطول فتره ممكنه. هل ده وارد يا دكتور؟ طبعا. واحد بنعمل ايه؟ انت حضرتك كده بتفتح لي حته ان في ناس معمرين ممكن نلاقي عنده 90 سنه ولا زال قوامه سليم، شغال في الحته العاليه، ذاكرته سليمه، في المقابل واحد تاني عنده 60 سنه لا 60 45 وبلاقيه خلاص كهل. انا في ناس 45 يدوا سن على ال 70. صحيح. بدا البيل شيب ينحصر، يعني هنا وهو كان صغير طلع فوق بس بسرعه نزل، خلص المنطقه دي بسرعه، خلصها بسرعه، مستعجل، كان مستعجل، مش مستعجل. ممكن مع السكر بقى المنطقه دي بتنكمش. يعني المفروض هي تمتد من سن 16 سنه او 17 سنه لحد حوالي 60 سنه. هنا في السكر بتنكمش لسن 40 45. صحيح. 50 بالكتير. ويبان عليه كله، انت تبص عليه انه عامل مؤثر لهو حضرتك. ما هي المفروض، بص يا فندم، احنا بنعالج كيمياء في بلادنا، ما بنعالجش الويل بينج، الاحساس الذاتي المعنوي والجسدي للمريض. للمريض. انا بعالج سكري كام؟ انا الحمد لله 100. معادلات، الحمد لله على كل شيء. طبعا معادلات كيميائيه. الحمد لله 110 زي الفل، وزي الفل، وما فيش عضلات اساسا، رجلها مش قادره ترفعها السلم. اخبار حضرتك. لا لا لا، سن بقى مش عارف ايه. هنا بتقول يا دكتور ان لازم يكون هناك نظره عامه للمريض، ليس فقط للاوراق وللارقام. طبعا، امال الفحص فايدته ايه؟ عمر الطب ما هيبقى كمبيوتر. واحيانا المريض يعمل ايه؟ يعني بيبقى عاوز الذكاء شويه، فيقول لك اما اكلم الدكتور هاني يقول لي السكر اعمل فيه، يا دكتور هاني الو السكر بتاعي 260 وباخد مش عارف ايه، اعمل ايه عشان انزله؟ خلاص هنزل السكر صوت. بس حاجات تانية كتير بايظه، في عوامل تانية. طبعا في عوامل تانية بايظه. ما احنا وصلنا للقياس الكيميائي اللي هو معدلات السكر طبيعيه، موافقين خالص، ما قلناش حاجه، بس مش كفايه انها تستعيد ما قد تم هدمه. سؤال يبدو يعني ان حضرتك سالته مليون مره، واسمح لي يبقى مليون وواحد في الطريق التاني، بس هو يبقى نمبر 1 في الطريق التاني. نعم. هو ممكن السكر يجي وينتهي؟ وعندنا ناس وقفنا لها العلاج كليا، يعني اقدر اقول والكلام ده بدأناه من حول سيادتك. ده سؤال مهم جدا بالظبط وحيوي جدا، ولا ومعلش حتى لو كان متكرر دكتور اعذرني، بس لازم يتسأل كل فتره وتاني. لا بيتسأل، بس الاجابه بتاعته بيقول لا.
والناس بتهرب منه. بس على اي اساس؟ احنا بدانا هذا الموضوع سنه 2002، وبدانا الحمد لله في ناس وقفته خالص العلاج تماما، وهم حتى بيتابعوا لحد دلوقتي، يعني يجي يقول لك احنا جايين عشان كذا كذا. الفولو اب ده مهم طبعا. لان انا برضو بنديله حاجات عشان السكر ده ما يرجعش تاني، في كذا كذا لازم نمشي عليه، عشان لو في احساس، ما لسه هنتكلم على تشخيص السكر في بدايته. اللي بتشخص ده سكر سبب بعد عليك في ساعتين، ده المفروض ينتهي من العالم. العالم على فكرة، وفي خطأ عالمي، والحمد لله ليا حلقاتي من 20 سنة بتكلم في هذا الموضوع، ولازم هيتغير زي ما اتغير اللي انا بقول لحضرتك عليه دلوقتي. فكان هناك في التكست بوكس اللي هي المراجع العلمية الطبية الثابت ان عمر السكر بياخد علاج هيستمر عليه مدى الحياة. طب يا جماعة احنا بنوقف العلاج ليه؟ لان من وجهة نظري انا اللي احنا وصلنا لها، بنلاقي في استفاقة للخلايا التي تنتج الانسولين. ده اللي احنا قلناه الحلقه اللي فاتت. والاستفاقه دي بتيجي حضرتك من حاجتين. واحد، ان العلاج في حد ذاته بيحفز الخلايا المنتجه للانسولين، وفي علاجات تانية بتخلي المستقبلات اللي اتكلمت عليها للانسولين تبقى نشطه. نمره ثلاثة حضرتك ان هو العلاج ده كمان بيريح البنكرياس. يعني انت عندك، تخيل ان في عندك زهره طالعه بتطلع انسولين. الزهرة دي عمالة بتطلع أكثر مما ينبغي، تطلع أكثر مما ينبغي، هتعجز بسرعة. فأنت بتروح مريحها. واحد، تديها غذاء، الأنسولين غذاء ليها بالمناسبة، أو العلاجات بتاعة الأنسولين غذاء ليها. اتنين، تخلي الثمرة نفسها، المادة اللي بتطلعها بتجيب نتيجة كويسة وعلى قد الإنتاج اللي أنا عايزه، وممكن ما أخدش منها إنتاج لمدة سنة أو اتنين، أريحها. هنا بقى نبص نلاقي، ودي بيحصل في بعض العيال من غير ما بياخدوا بالهم، يلاقوا ان سكره بدا يتظبط بعد فتره لوحده، فيخاف يوقف الدواء، يقوم يجيله نبض، يعني خفقان، او يعني اوقات ينخفض السكر. اما انخفض السكر هو في اللاوعي بيجيله مثلا الساعه 4، تلاقيه الساعه 3 قاعد ياكل زي التمساح بنهم. يحصل له ايه؟ يتخن. هو بياكل بنهم لانه ماشي غلط، او ان راح للطبيب، راح مشايل له جزء من العلاجات سواء انسولين او غيره، فحصل له ارتفاع سريع في السكر. يعني مثلا كان بينخفض السكر مثلا يوصل 70، فراح للدكتور، الدكتور راح منزل له الجرعات سواء حبوب او كده، لقى بقى 180. الدكتور خاف على نفسه، مش خاف على المريض، رجعه تاني، قال له خليك كده تمشي طول عمرك كده، انت بس حالك جو اهيد، كمل زي ما انت. هو المريض طبيب له حق برضه، لان احنا لا نرحم من المرضى. بس ده استسهال يا دكتور، اعذره، لان اصل عايز درجه من المرضى تتفهمك. بس انا عايز برضه الطبيب يبذل مجهود اكتر مع مريض للوصول لنتيجه افضل، زي حضرتك ما بتعمل. ما انت حضرتك بتعمل كده. لا يعني انا ما بشوفش عينين كتير، فعشان ما بشوفش عينين كتير ممكن بيبقوا عالقين في ذهني. لكن في زملاتي بيشوفوا مثلا في اليوم مش اقل من 70 عيان. هيلزق مين في مخه؟ صحيح، ولا حد. اخبار حضرتك. ولو لازم هو مش هتذكره هو مين، ممكن صحيح. الحاله اللي تلزق، لكن الشخص لا. كحاله بالظبط، كتشخيص. واخبار حضرتك. لكن هو المفروض اي مهنه، مش الطب بس. انا بحط حضرتك فيرست برايورتي، يعني اسمها ايه برايورتي؟ يعني زي خطه علاج عايز تقول. التعامل الاولي. تمام. التعامل الاولي. وحاطط في دماغي تعامل ثانوي، تعامل ثانوي وثالثي ورابعي. في ذهني وبلان ايه وبلان بي وبلان سي. يعني حاطط خطط علاجيه بديله. وانا عامل حسابي اما المريض يجي المره الجايه، لو لقيت كذا هيبقى كذا، لو لقيت كذا هيبقى كذا، لو طلعت طلع كذا. تفاعل المريض. لا انا محضر العلاج. نفسي. انا محضر نفسي استجابته للعلاج ايه، وبناء عليه بتحدد الخطه الجايه. احنا مش بني ادمين طبعا. اقعد في اي جلسة علمية او غير علمية وانت تفاجأ باسئلة، وبعد ما تروح شوف الاسئلة دي جاوبتها انت ازاي. صحيح. هتلاقي اجاباتك كانت قاصرة. الا لو انت محضر نفسك على انواع الاسئلة. صحيح. فبالتالي الطبيب الذكي او البني ادم الذكي، حتى لو رايح يتناقش في موضوع اجتماعي ويحضر اسئلة محتملة في مخه واجاباتها، هيكون اداؤه اداء متميز. صحيح. ده امتى؟ مذاكر. هنا بقى هنقول مذاكر. الله يبارك فيك. ما اشوفش 70 عيان في اليوم. ما اشوفش 20. انا في رايي اقصى حاجه من، يعني لا يزيد عن 10 مرضى في اليوم، لا يزيد. عشان تبقى في تركيز. يا فندم ازاي؟ ما تخليك مكاني، انا مش ببيع حاجه. ده انا بعايش حاجه. وبعالج. وبعالج حاجه.
مع احترام الكلمة حاجة يعني. صحيح. حاجة هنا يعني اللي هو المريض بالزبط يعني. أو المرض. أو المرض السكر في حد ذاته. فعشان تولينك إحنا هدفنا المفروض ليس فقط الحصول على معدلات سكر مظبوطة، ولكن أيضا إعادة البناء والتأهيل الجسدي والنفسي للمريض. ده النفسي ده مهم. مع مد فترة البيل شيب الناقوس إلى أكثر فترة ممكنة اللي هي في الخارج فوق 70. صحيح. خبر حضرتك عندنا إحنا هنا حوالي 55. ده اللي يوصل 55 وهو واقف على رجليه حلو قوي. ده اللي بيصلي وهو واقف في 55. طيب نتكلم على البيل شيب شكله ايه المنطقه اللي دي. يعني ان انت جسمك يبقى تخين مش يبقى انت مش في المرحله المظبوطه. جسمك يبقى رفيع مش في المرحله المظبوطه. تقاسيم الوجه اللي هي تقاس بالسنين اعلى من عمرك الحقيقي يبقى انت مش مظبوط حضرتك. الاداء بقى الفيزيكال اللي هو الاداء الجسدي كناحيه جنسيه مع زوجتك، كقدره، كطاقة، كطاقة عمل، كطاقة نفسية، كطاقة تفاعلية مع المجتمع، ده كله. أمال اسمه إيه؟ مش الجسم السليم في العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. السليم. صحيح. خبر حضرتك. صحيح. فإزاي أنا يبقى عنده سكر وعقله هيبقى سليم؟ ده أنا أقول لك بقى السكر كمان. السكر قد يؤثر، أنت جبت لي ما شاء الله عليك بتديني حقائق يعني عايز أقول خواطر جميلة من خلالك. العقل السليم ده السكر قد يؤثر على أماكن متفاوتة بطرق متفاوتة. يعني في الخلايا هو صحيح ما فيش خلية في الجسم في منأى عن أضرار السكر طبعا. ليه؟ لأن حضرتك كل خلية لازم تاكل. وما بتاكل السكر ده لو جالها زيادة هيجي لها لكمة. واللكمة دي أداء وظيفي غير طبيعي هيوقفها عن أدائها. وخلية جنب خلية بتديك عضو. فمثلا لو خدنا الكلى خلية جنب خلية وهي بقت فيها خلل يبقى الكلى مش هتشتغل كويس يحصل فشل كلوي. كارثة. خلية جنب خلية في القلب القلب مش هيشتغل كمضخة كويس أو ككهرباء كويس يحصل هبوط في القلب أو كرشة نفس أو الدم ما يوصلش كويس لعضلة القلب أو انسداد فيه. المخ بقى مصيبته مصيبتين. إن المخ بيتأثر على معدلات السكر المومنترلي الوقتية أو الومضية السريعة قوي. اللي هي بدليل ان لما حد بيجي له هبوط لو خد مكعب سكر بيفوق. الله يفتح عليك. برافو عليك. اللي هي الحسية. خليها ومضة. الومضة. ما انا خدت ومضة. مجرد السكر على اللسان. بالظبط. احنا بنشتغل ثانية بثانية. طب انت سيادتك السكر نزل وجاله غيبوبة سكر. ماشي يا فندم. وعديته السكر وفاء. تفتكر الريكفري. ريكفري يعني الغطاء او لا الريكفري اللي هو الاستعاده الوعي الكامل. كان معاه خلايا مخ سليمه 100%؟ لا يا بابا. انت خلاك بلايين في شويه ماتوا في اللحظات دي. ايوه يا فندم دي مهمه جدا يا دكتور. ما انت اللي بيحصل الاتي. يعني انت كل ما المخ يعني يقل معدلات سكر ولو ثانيه او ثانيتين او ثلاثه المتعددة دي بيموت شوية خلايا. بعد سنتين ثلاثة أربعة يجي له عيان العتة. لأن كده جزء كبير اتصاب. أثر فين بقى؟ الكلام ما بقاش مظبوط قوي. الفكر بقى غريب. النظر. ده دي حاجة يمكن بتتأخر شوية. لكن أنت ممكن تلاقي حاجة إحنا ما ناخدش بالنا منها. الراجل يقول لك الراجل بقى فكره غريب. قال ده مش هو. بيتوه مننا وإحنا قاعدين. يا ريت. ده هو ممكن ياخد قرارات خاطئة. يطلق مراته مثلا. قرارات خاطئه. كل ده بتاثير السكر. نعم. بس غير يعني احنا غير مؤهلين ان احنا نحطه في الاعتبار او ان يكون السبب هو السكر. السبب هو السكر بانخفاضات متواليه بفترات قصيره حتى لو لم يلحظها المريض. ما في انخفاضات السكر ما ياخدش باله العيان ما ياخدش باله منها. صحيح. بتعديها لان الجسم بيروح مقاومها. وخبال حضرتك ما بيحصلش الفقدان للوعي. ما يحصلش على الفقدان. حتى هي متقسمه كده يعني فيها جزء مع فقد الوعي ومن غير فقد الوعي. بس كليهما له تاثير سلبي وموت لبعض خلايا المخ. ده مش سلبي ده خلينا نقول كارثي يا فندم. كمان عاوز اقول لحضرتك خلايا المخ لا تجدد كمان. خلايا المخ ده من فضل ربك. ربك عظيم قوي. ليه؟
انت بتعرف امك وابوك واولادك واخواتك من حبه الخلايا وانت صغير عشان الميموري واحده. اه ما لو اتجددت هتبقى ميموري جديده. نسينا دور وخدنا واحد جديد. وبالظبط كده فعلا انا كده فهمت انها من نعم ربنا انها لا تتجدد. لا تتجدد صح كده. آه. سوليد ميموري كارت الهارد وي الهارد صحيح الهارد ديسك ثابت يا بيه. لو انا شفت لو اتجدد صحيح ودخلت هارد ديسك خلاص عملت ويندوز جديد ماما يخش على مراته يقول لها ماما مسحت النسخه كده انا مسحت النسخه. عايز تعريف من جديد بقى. احنا بنتكلم في حاجه دي معلومه مهمه جدا على فكره. يعني بنتكلم في حاجه اول مره تذاع ان خلايا المخ التي تفسد لا يتم تجديدها لا تجدد. احنا بنتكلم في حاجه اسمها حضرتك يا بيه فيلوسوفي اوف ميديسن اللي هو فلسفه الطب. مع احترامنا للشيخ الشعراوي رحمة الله عليه هو لا يتكلم في تفسير القرآن. كان في فلسفة القرآن رحمة الله عليه طبعا. الفلسفة هو حضرتك الاتيان بالمعاني الخفية في ما وراء الحدث. فاحنا نتحدث في الطب على هذا المنوال. على فكرة كلمة فلسفة يا فندم احنا حتى في الأمور العلمية الحاصل على الدكتوراه بياخد دكتوراه الفلسفة فيه وليس في 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 حاجه بعينها اللي هو البي اتش دي. بالظبط كده اللي هو اصبح راجل يستطيع ان يكون كلمه باحث فلسفي ريسيرشر يعني او الفلسفه. لا بس هو كلمه فلسفي يعني ياتي بما لم ياتي به الاخرون. الاخرون بالظبط كده هي دي يعني حاجه تكون جديده اللي هي انا جايب نقطه او يعني قيمه مضافه جديده للعلم. صحيح هي دي. بس طول ما انت بتتكلم في الساينس بتتكلم في العلم. بالظبط كده بتتكلم في العلم خلاص الناس بيقولوا كلها صحيح. لكن حينما انت تفلسف نقطة ما فتبقى تنسب إليه. دي نقطة علوية يعني. طبعا مكانة أعلى بكتير كمان طبعا. سقراط والجماعة دول ما كانوش بيلعبوا. بالظبط هو ده. طب بالمناسبة بقى فلسفة الطب دكتور. نعم. هو يعني ممكن حد بيتعاطى تابلت دلوقتي بياخد تابلت ومعدلات سكره لم ترد بعد لمرحلة الأنسولين انه فتره وممكن شكرا ان انت بقيت طبيعي. نوقف. طب بقى طبيعي هنا ممكن اكل سكر عادي والدنيا عادي ما هو ولا بقى سيادتك معلش اسمعني هنقول كل حاجه لها سعر يا بيه في الدنيا دي. مفيش حاجه من السعر. تمام. لازم نتكلم بالمنطق. ماشي اخبر حضرتك عايز اعرف حكي كلمه سعر دي بس الاول. يعني انا دلوقتي عشان اروح مغامر وموقف لك العلاج اوقف للمريض العلاج لازم انا في حاجات ثابته عندي لازم ابقى مطمن عليها اللي هو قلناها المرة اللي فاتت بس قولها بإيجاز تاني. حضرتك اللي هي المعادلة الداخلية اللي من خلالها بيطلع لي ناتج معدلات السكر في الدم. المعادلة دي فيها متداخلات كتير. المتداخلات دي أنا لازم أبقى أقيسها وأتابعها زمنيا ووقتيا وكما وكيفا. أخبر حضرتك طول ما هي ماشيه معايا على الـ على الـ على الـ على الخريطه ماشيه في التراك اللي انا رسمه. ايوه يبقى كده. وفي حاله خلل فيها بدايات الخلل اتداركه. بانسولين برضو؟ لا ممكن بادويه غير سكر خالص على فكره. لو عرفت مركز الخلل فين الله يبارك فيك اقوم الحق اتداركه. هنا التدارك هيخلي التفاقم يقف. لكن انا اجي يستمع ليش زي ما يعني لا يعني هنا بس انا عاوز اقول لك حاجه يا استاذ. اتفضل اتفضل دكتور. يعني عشان انت تعرف مريض السكر عشان سكره يعلى قد ايه من خلال البنكرياس بتموت 50% من خلال البنكرياس. يعني انت عنده مليون خلايا هيموت منهم 100,000 عادي سكر يطلع عادي 200,000 عادي 300,000 عادي 400,000 عادي 500,000 عادي 501 بقى 500,000 واحد يبدا السكر هبابه دخلنا في 50% زائد واحد. يعلى السكر هبابه. وبالتالي مريض السكر ده بعمل له سكر صايم وبعد اركب ساعتين ده مش تشخيص. ده تشخيص متاخر لمده 10 سنين. مشاهده شايفها دلوقتي كده اهي بتتفرج علينا. طب يا دكتور هل خلايا الانسولين بترجع ولا ما بترجعش زي خلايا المخ؟ لا خلايا الانسولين بترجع. بيتم تجديدها. على الاقل بترجع ككفاءه عمليه. مش ممكن يبقى كميه تتاخر العدد فيها. ممكن يتاخر ولكن الكفاءه بتعلى. الكفاءه بتعلى بدليل ما احنا قلنا 50% كفايه. صحيح. اخبار حضرتك 50% دول انت لو ريحتهم شويه واخبار حضرتك ممكن يزيد منهم في خلايا تانية بتبدا تشتغل مكانها. تبدا تتحور وتعطي انسولين. وسبحان الله. ولكن المخ انسى. هو انت اللي مخلوق بيه من اولها هو عددا وكيفا وكله. ما هو ده الهارد زي ما قلنا يعني الهارد ما ينفعش يتغير يعني الميموري ما بتتغيرش. فالفكره حضرتك طيب احنا الانسولين هنا ما بنديه للمريض لو عشان اكمل اما خطره يعني
لا قبل حد دي يعني فعلا ممكن حد بياخد حبوب ممكن اصل معاه ان انا خلاص انت خفيت معدل سكرك الطبيعي وصل خلاص بقيت في ال 150 ال 200 الكلام ده يعني المعدلات الطبيعيه. هنا اهو بيقول لك اهو دكتور سامعه، هو انا كده اقدر اكل بقى حلويات يا دكتور؟ لا بص حضرتك، احنا اتفقنا المره اللي فاتت على حاجتين، وللاسف اساتذه مش دكاتره صغيرين بنغلط فيها. ما يحدد وجبتك مفعول به وجبتك وزنك، الله يبارك فيك انت. ما يحدد سكرك انت برضه العلاج. ما حدد سكرك العلاج. سوري. تمام، انا بحسب سكرك اللي هي السعرات يعني. لا هو كلام حضرتك مظبوط برضه. يعني احنا الاول ما يحدد وزنك اكلك. انت رفيع، لا يا حبيبي انا مش هوقفك الدواء لحد ما تخنك ودلعك كده وشك يرجع يبقى نضر ولذيذ وجلدك طبيعي والدنيا زي الفل. بعدين ابدا اوقف لك. يعني في حد من الفنانين الله يرحمه كان من حوالي 15 سنه بعالجه، وما ينفعش اقول اسمه، كان طالع في احد الافلام يعني هزيل جدا. وبعدين جالي قلت له بس يا استاذ فلان، احنا في الاول هنرجع لك جسمك طبيعي، ما تسالنيش عن معدلات السكر. اما يبقى صبيح ابدا اوقف لك اظبط لك السكر. وقت كان انت كل الفنانين عندك يا دكتور، الله يبارك فيك يا بيه، والفنانات يا دكتور الله يخليك. سبع شهور بفضل الله حط حوالي 15 كيلو وشه بقى زي الفل والدنيا. قلت له بس بص يا حبيبي بقى هنربط على الاكل، تعالى نتكلم في السكر بقى. تعالى بقى نتكلم في السكر. خبر حضرتك يعني، ودي بقولها لزملاتي كمان اللي هم يعني تلامذتنا، ان هو الاول ممكن يظبط العيان الاول موضوعيا وبعدين يبدا يظبط، لكن الاثنين مع بعض صعب يا استاذ عادل. طيب دكتور محمد. نعم. يعني انا ليا طبعا زمايل الفنانين زي ما حضرتك يعني بيجوا لك كده، وليا ناس تانية مش فنانين ما عندهمش المقدرة المادية، ممكن نعمل معاهم ايه يا دكتور؟ مركز علاج السكر والغدد الصماء اللي حضرتك مشرف عليه، ممكن تعمل ايه للناس البسيطة بتاعت الطريق الثالث؟ طب انت تقول اللي حوافق عليه سيادتك. والله يعني احنا محتاجين منك يعني دعم. لا انت تقول يا بيه تحت امرك، يعني ادعمنا شوية يا دكتور. يقولوا الطريق الثالث خلاص، يعني ممكن نطمع ونطمح في خصم لمشاهدي الطريق الثالث؟ واللي حضرتك هتحددته خلاص، اللي حضرتك تقوله. والله يا دكتور ده يعني مش عايز، انا مش عايز احرجك على الهوا، انا يعني انا اسف ان انا يعني بطرح السؤال ده على الهوا واحراج ليك، بس انا ليا 10 طب نخليها بعد اذن حضرتك لفتره محدده. تمام، يعني مثلا نقول اثناء يناير مثلا وفبراير. ايوه تمام، ايوه كده خلاص. تمام خلاص 50% ان شاء الله. انا موافق خلاص، ده ممتاز جدا. بس ما ينفعش ندي 10 و20 شغل. لا 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 لا، احنا طماعين يعني. يا دكتور بكل مستويات كل شيء وطماعين فيك يعني. احنا تحت احنا طمعنا وشاملك كل حاجه والتحاليل وكل حاجه. شكرا جدا دكتور محمد. والله انا بشكرك على هذا العرض يعني كل حاجه، وبشكرك ان انت فعلا يعني بتقدر الطريق الثالث ومنحتنا هذا الخصم لمشاهدي الطريق الثالث. تحيه كبيره طبعا للاستاذ الدكتور محمد سعد يعني على هذا الطرح وعلى هذا الخصم اللي ربنا يجعله في ميزان حسناته طبعا. الله يبارك فيك. مشكور. الله يخليك. طيب دكتور، لو عايز تختم الحلقه دي تحب تختمها بايه؟ يعني احب اختمها حضرتك ان لازم نلاقي بدائل للعلاج اللي هو اول احسن منها. ان تشخيص السكر في بلادنا ويمكن في معظم العالم يتاخر عده سنوات، وممكن اكتشافه مبكرا عن ما يحدث من 5 إلى 10 سنين. طيب رسالة للناس اللي تجاوبت معانا الحلقة اللي فاتت وبدأت انها تنزل الوحدات، ايه الرسالة اللي تقولها لحضراتهم دلوقتي حتى برضو لا يقعوا ويقللوا مرة واحدة بشكل خاطئ؟ اكيد في معادلة معينة ممكن ننزل بيها، يا ريت يا دكتور تدي الوصفة دي. حاضر، هي المعادلة هتكون كيميائية. تمام، يعني انا معرفش الشكل العام ايه ولا الحاجات دي، وطبعا احنا قلنا يناير وفبراير في خصم كبير، فممكن ده انتوا لازم تستفيدوا بيه بصراحه. هو هيحاولوا اولا لما ينزلوا لو انسولين ينزلوا وحدتين او ثلاثه مثلا كل ثلاث ايام. وحدتين او ثلاثه كل ثلاث ايام. تمام، الوزن هنا مهم. الوحدتين الثلاثه دول اللي هو بياخد كام وحده اوريدي مثلا؟ يعني اللي بياخد مثلا 30 40. حلو، طب اللي بياخد بقى 70 80 هو يستحسن يجي لنا، بس برضه ننزل خمسه ماكسيموم. خمسه كل اسبوع. تمام، يعني انا مش عايز الناس تفرح قوي، بس في نقطة هيحط الميزان عنده. لو لقى وزنه بيقل وسكره بيعلى ما يعملش حاجة، يرجع كما كنت، يا يجينا يا خليه مع نفسه يا كما كنت. بالظبط. لا، هو النصيحة هيجي يعني النصيحة هيجي يعني هو حضرتك وزنه بيقل ده دلالة خطر. تمام، سكره بيعلى دلالة خطر، الاتنين مع بعض خطر مضاعف. خطر مضاعف بالظبط كده.
انما انا بقلل وحدتين ثلاثه كل يوم، قياس السكر بتاعي معايا، الدنيا تمام، وزني تمام، ملامحي كويسه، ما فيش اصفرار، لا ما اصل فيش الملامح دي كذا، مش هيحكم عليها مش غير هيحكم طبيب، عليها لان بالتاكيد. ممكن صح. وشي يكون يقول لك وشه منور كده، ده بيكون تورم في الوجه ده ممكن يبقى كارثه ويبقى وهو مش ابيض داري. كمان وحلو كده وبتاع، واخد بالك او حضرتك؟ ممكن عنده مشكله في الانسجه الداخليه لا ممكن الكلى تكون اتاثرت مثلا، كمان. واخد بال حضرتك؟ فما ناخدش بالشكل او الشكل لازم، لان ممكن الوزن كمان يزيد على فكره، خلل وظيفي، في خلل وظيفي في فعلا خلل وظيفي في في الشكل الهرمونات. يتغير. صحيح. خلي الشكل الاطباء. نخلي شكل الكشف الظاهري للطبيب، ولكن خلينا في التحليل، في المعالجات التحليل وكده. حضرتك يبقى لازم ننزل، ممكن حضرتك نضيف حبوب، واخد بال مع حضرتك؟ مع الانسولين. انا بقى الدور المفروض الكلام ده يعملوه بصراحه، يعني هما انا مش بصراحه ان انا اذبح خروف مثلا، بالظبط كده. انت هذبحه غلط، حضرتك بتحاول تساعد بحاول يعني اساعد يعني. في المسموح، خلينا نقول يعني في لا مش المسموح. مسموح قوي ان هو يحط لنفسه علاج، مش مسموح لا قوي، لا 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 طبعا واخد بال العلاج لازم حضرتك؟ هو يتوصف له طبعا مريض. هو دلوقتي لا 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 طبعا حضرتك بتقول يعني ده ممكن باستشارة طبيبه، خلينا او بس ممكن الانسولين، بس الانسولين، ينزل الانسولين تخفيض يخفضه الوحدات. حضرتك، لو اقل من 30 40 وحده يخفض 2 ل 3 وحدات لكل اسبوع، تمام. ولو اكتر من 70 يخ 5 كل اسبوع، واخد بال مع حضرتك؟ قياس السكر. وانا موافق قوي ان هو بيبدا في جرعه بالليل افضل، بس يقلل العشاء، نمره يتابع بالوزن ومعدلات السكر في الدم، طبعا لو الوزن بيقل يبقى خطير، لو السكر بيزيد خطير، لو الاثنين مع بعض يبقى اخطر واخطر. سؤال في 30 ثانية، لأن وقتنا بالفعل انتهى. اتفضل. هو وسؤال افتراضي، معلش يعني هو من تأليفي بصراحة. اتفضل يا فندم. يا ترى أنا بعرف ألف ولا لا طب بتعرف. دكتور، أنا واحد مريض سكر، أنا ما بتعشاش خالص، بتعشى زبادي، وآخر أكل ليا مثلا بيكون الساعة 7 وبنام أنا الساعة 12 واحدة بالليل، لازم آخد الأنسولين بتاعي بشكل كامل؟ ما تاخده الساعة 7. أنت هتاخده 12 بالليل ليه؟ يعني ما يقدرش إن هو يلغي جرعة لا لا. بشكل كامل. لا بس احنا حضرتك هنا برضو في الكمية التوزيعة وفي العدد الوحدات اليومي. تمام، فهمتك. يعني ممكن نعمل شيفت للصبح. يبقى برضو خلي بالك، اللي عايز ان انت تخلص مره واحده اهدى واصبر، والموضوع محتاج صبر. احنا لسه ما حلقه خلصناش الانسولين، خلي بالك. حلقه ممتعه، الله يخليك، بس ما خلصناش الانسولين، خلي بالك. لسه وهيكون في لنا، حاجات هيكون ان لنا شاء الله. اللقاء. وعلى فكره انا عايز يعني ابشر مشاهدينا طبعا ببرنامج كونسولت، هيكون معانا قريبا باذن الله ان شاء الله. من البرامج الطبيه المتميزه، ان لم يكن يعني الله يخليك. المتميز الحقيقي فعلا في هذا البرنامج، هو العالم الكبير وعملاق السكر والغدد الصماء في مصر، الاستاذ الدكتور محمد سعد. هيكون معانا ان شاء الله قريبا كونسولتو على شاشه قناه صحه وجمال، وهو ايضا يعني هو برنامج من البرامج الرئيسيه في القناه تقريبا على من مدار تاريخها، 2004. على مدار تاريخها منذ من يعني 15 انطلاق سنة. اكثر من 15 سنه كونسولتو موجوده على الشاشه، والدكتور محمد سعد ارشيف، انا بعتبره ارشيف طبي مهني للاطباء، وايضا ارشيف طبي للمرضى. وموجود طبعا الحلقات كلها على اليوتيوب لمراجعه هذه الحلقات، يمكن حضراتكم ترجعوا وتشوفوا هذه الحلقات من جديد للي بيشوفنا وبيتابع معانا الطريق الثالث لاول مره. شاكر وجود حضرتك جدا، عاوزين نورتنا. نعتذر بس للساده اللي احنا ما باخدناش تليفونات، انا معلش. بعتذر بالظبط، انت فكرتني يا دكتور، انا تليفونات كتير، ومن كتر التليفونات اعتذرنا، لان كان فعلا مش هنعرف نتكلم. فانا بعتذر لحضراتكم، وارجو ان احنا نكون جاوبنا على الاسئله اللي كنتوا هتسالوها من خلال الاتصالات الهاتفيه. ممكن في حلقات قادمه باذن الله تعالى في كونسولت ونكون معاكم على تواصل ونفتح معاكم التليفونات. شكرا جزيلا استاذ الدكتور محمد سعد، استاذ الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس، والمشرف العام على مركز الغدد الصماء والسكر. كما اشكر مشاهدينا ايضا على حسن المتابعه. يتجدد بكم اللقاء والاربعاء القادم في مثل هذا الموعد والطريق الثالث، ولمثل هذا الموعد تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. هذا هاني الدباني يحييكم، الى اللقاء.